جمهور النادي الاهلي الحمد لله، لكن في بعض الناس قالت لي لا ما حسام عاشور اساسا انت ما اتكلمتش معاه وما قلتش الكلام ده، انت بتقول الكلام ده بس مجرد طب للنادي الاهلي. الناس شافت القعده، قلت لكم ان الموضوع هينتهي في خلال يوم او يومين، وهتبقى في قعده ما بين الكابتن خطيب وعاشور. حصل التاني يوم لما بتكلم مع حضراتكم بيبقى عندي معلومه وبحاول اوصلها لحضراتكم علشان تبقوا عارفين ان الفتره اللي جايه دي هيحصل فيها كذا وكذا وكذا. لما اتكلمت مع حضراتكم على موضوع رمضان صبحي واليو بادجي، قلت لكم ان في خناقه حصلت وكانت مشاده وحصل فيها كذا وكذا وكذا، وده اتخصم منه وده اتخصم منه، والموضوع انتهى على هذا الاساس. رمضان صبحي طلع مع ابراهيم فايق من كام يوم وقال نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم. مش عشان انا موجود في قناه النادي الاهلي هطلع اكذب على حضرتك ابدا، عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل، لانها عمرها ما حصلت منذ انشاء هذه القناه وحتى الان. فلما بطلع اتكلم مع حضراتكم بطلع اتكلم مع حضراتكم لان عندي معلومه وببقى عايز اوصلها، ممكن ما اقولهاش بشكل مباشر لظروف كثيره جدا، ولكن بحاول اوصلها لحضراتكم، بحاول اعرف معلومه. هذا هو النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا لما بنطلع نتكلم بيقول لك اتكلم بلا حدود. عشان كده مستغرب جدا جدا من الناس اللي بتفضل تتكلم على النادي الاهلي. في النهايه الناس دي او هؤلاء اللاعبين لهم كل الاحترام وكل التقدير، انا ما بغلطش فيهم، ولكن انا بس نفسي حضرتك تفتح كتاب التاريخ وتشوف انت كنت فين وبقيت فين قبل النادي الاهلي وبعد النادي الاهلي، والرسائل السلبيه اللي حضرتك بتحاول توصلها عمرها لن تؤثر في جمهور النادي الاهلي وفي محبه جمهور النادي الاهلي وفي العلاقة التاريخية من 1907 وحتى الآن ما بين النادي الأهلي ومجلس إدارته، أو النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته. مختلف مجالس الإدارة، لأن هي دي الرسالة اللي دايما بنوصلها من داخل النادي الأهلي، أو إن النادي الأهلي بيوصلها لجمهوره، إن الجمهور هو الجمهور ومجلس الإدارة بيجيب قوته من جمهوره. فالرسائل السلبية اللي حضرتك عايز توصل قول زي ما تقول، وانا على فكرة مش هرد على حد تاني، انا بس طالع اتكلم الكلمتين دول وارد على الكلام اللي اتقال علشان اذكر في مرحلة ما قبل النادي الاهلي وما بعد النادي الاهلي. ما قبل النادي الاهلي ولا حاجة، ما بعد النادي الاهلي بطولات كثيرة جدا. عمرك في حياتك، عمرك في حياتك ما كنت هتبقى عمرك في حياتك ما كنت عندك هذه البطولات الا لو دخلت النادي الاهلي بس. مش هقول لك اكتر من كده، او مش هقول اكتر من كده، لان انا لا اخاطب واحد، انا بخاطب مجموعه الحقيقه كانت بتتكلم في هذا الامر. بيحاولوا يوصلوا اللعيبه الصغيره ايه؟ ان الاهلي، ان اللعب للاهلي، لا الاهلي بيبيع اي حد. الاهلي مهما تاخد من بطولات ومهما تبيع اي حد، ان اللعب للاهلي ده جحيم. لكن الحقيقه غير كده. كره القدم، كرة القدم احتراف، كرة القدم احتراف. يعني ايه احتراف؟ يعني هو في لعيب في الدنيا يا جماعة بيفضل يلعب لغاية لما ربنا يدي ويدينا جميعا الصحة، لغاية لما يموت، لغاية لما يبقى عنده 80 سنة مثلا؟ لا، ما بتحصلش. هناك احتياجات فنية لأي مدير فني، المدير الفني داخل النادي الأهلي هو من يختار مين اللي هيكمل ومين اللي مش هيكمل.